زيادة الوعي حول المياه لمواجهة التحديات المائية في الفترة الحالية وأيضا المستقبلية. وبيحمل الأسبوع هذا العام عنوان لأمن مائي من أجل السلام والتنمية في المناطق أيضا القاحلة. وتم إعداد وتجهيز بشكل كامل علشان يخرج بصورة مشرفة وتليق أيضا باسم مصر وتتماشى مع التحديات اللي أهمها سد النهضة على سبيل المثال. خلونا ناخد تليفون مع المهندس وليد حقيقي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بوزارة الري. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى المشاهدين الكرام. أهمية هذا الأسبوع، أسبوع مياه القاهرة في هذا العام. الحقيقة برضو يهمني أقول إن دي النسخة الثالثة من أسبوع القاهرة للمياه. إحنا بدأنا أول نسخة في 2018 2019 والنسخة الثالثة 2020. نعم. دايما يعني والحقيقة من ساعة ما اتعمل الأسبوع القاهرة بقى يمكن أهم حدث يتناول الموارد المائيه في المنطقه العربيه وافريقيا بشكل عام. الحقيقه برضو زي ما حضرتك اشرتي موضوعنا السنه دي بيتكلم عن الامن المائي في المناطق القاحله او المناطق الجافه، وده اهم تحدي بيقابلنا كمنطقه عربيه بشكل عام. ندره المياه وتاثيرها على كل حياتنا. المياه في الاخر هي مدخل اساسي لكل اسس التنميه المستدامه والتنميه المجتمعيه. ففي البدايه وفي النهايه المياه يعني مدخل اساسي في كافه نواحي التنميه. السنه دي ان شاء الله برضو عندنا يمكن 37 جهه شريكه، منظمات اقليميه ومحليه ودوليه مشاركه معانا في الاسبوع. وعندنا يعني خلينا برضو عندنا تقريبا 5 جلسات علميه، جلسه كل يوم. عندنا 30 جلسه مع منظمات دوليه. عندنا مسابقات حقيقة برضو يعني ابتديناها السنة اللي فاتت واللي قبلها ومستمرة بشكل جيد جدا. مسابقة الأحسن مشروع تخرج، وده الحقيقة بيورينا الشباب الواعد، شباب مصر الواعد في مختلف المجالات. أحسن مشروع تخرج مفتوح لكليات الهندسة والزراعة والعلوم، والحقيقة بنشوف نماذج مشرفة جدا للشباب المصري. عندنا أحسن ممارسة لترشيد المياه في الزراعة ما بين المزارعين، ودي حقيقه برضو بنشوف فيها نماذج رائعه للمزارعين ازاي بيقدر يستفيد من كل قطره مياه، يستخدم نظم ري حديث عشان في الاخر يعظم العائد من المياه اللي عنده. عندنا مسابقه ما بين كليات الاعلام حول افضل فيديو توعوي حول ترشيد استخدام المياه، ودي برضو حاجه يمكن السنه دي اول مره بنعملها وحاجه جيده جدا. الحقيقه زي ما انا قلت يمكن عندنا كمان عدد متحدثين دولي ومصري وعربي كبير جدا. جائحه كورونا السنه دي كانت خلتنا مترددين في كيف يتم الاسبوع في ظل الجائحه وعدم مرور السفر ما بين الدول وبعضها، وفي الاخر انتهينا الى عمل الاسبوع بما يسمى سيمي فيرتشوال، يعني جزء منه هيتم بشكل بوجود الناس في الافتتاح والختام. الجزء الاكبر هيتم من خلال الانترنت، من خلال مداخلات وجلسات بيشارك فيها الجميع من مصر ومن خارج مصر من خلال الانترنت. طب سد النهضه يا فندم، موضوع سد النهضه هل هيكون محور من محاور النقاش؟ طبعا احنا عندنا الحقيقه يعني اكثر من محور، ومنها موضوع التعاون فيما يخص الموارد المائيه المشتركه، سواء كان تعاون ايجابي او تعاون سلبي. ونشوف نماذج، بنشوف برضه نماذج الحقيقه من اوروبا ومن دول افريقيه، من السنغال وغيرها حول هذه النماذج. وعندنا اكثر من جلسه برضه بتتناول موضوع سد النهضه وتاثيره على مصر وعلى دول المصب بشكل عام. ده برضه محور وجزء كبير جدا وجزء مهم جدا من اسبوعنا هذا العام يعني ان شاء الله. اهم جزء كمان يا فندم توعيه المواطنين بقيمه المياه وكيفيه التعامل ايضا والحفاظ على المياه. الحقيقه يمكن برضو المسابقات اللي احنا بنتكلم عنها دي كان جزء كبير منها هو نوع من الوعي ما بين المزارعين. وطبعا برضو ما قبل الاسبوع وما بعد الاسبوع في حملات توعيه كبيره بتتم، ويمكن ده دور حضراتكم برضو معانا ان احنا بنحاول ننشر يعني تحدياتنا ومشاكلنا في مصر فيما يخص اداره المياه ودور المواطن في مواجهه هذه التحديات ايه. كل مواطن ليه دور كبير في مواجهه هذه التحديات، ومن غير تعاون المواطنين مع الحكومه مش هنقدر نوصل ل مواجهة تحديات ضخمة هتقابلنا في المستقبل فيما يخص إدارة الموارد المائية. إن شاء الله. بشكر حضرتك مهندس وليد حقيقي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بوزارة الري. يعني الحقيقة هو